ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أردى القطار فائق السرعة البراق مساء أمس الأربعاء خلال رحلة من مدينة الدار البيضاء نحو طنجة أول ضحايا جثة هامدة. وأفاد مصدر كان ضمن ركاب القطار فائق السرعة أن التجافي توقف لمدة تقارب 40 دقيقة من دون أي توضيح لسبب ذلك من طرف إدارة السكك الحديدية. وأبرز المتحدث نفسه أن الركاب استاءوا من توقف القطار فائق السرعة الجديد لوقت طويل، ما أدى إلى تأخرهم عن مواعيدهم ومختلف أشغالهم مرتبطة بزمن مسبق. وأشار المصدر ذاته إلى أن الركاب بعد طول انتظار علموا أن القطار فائق السرعة توقف لأنه دهس شخصا لفظ أنفاسه الأخيرة في الحين جراء ذلك. ولم يصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى حدود الساعة أي بيان حول ملابسة الحادث الذي أودى بحياة شخص. وعلمنا من مصادر أخرى أن جماعة عين عتيق عاشت على وقع حادث مؤلم إثر دهس قطار البراق لرجل مسن كان في طريق عودته إلى منزله بعد أدائه صلاة العشاء بمسجد بدر، غير أن الضباب الكثيف الذي خيم على المكان ليلة أمس من جهة وبطء حركة الهالك من جهة ثانية حال دون تمكن الأخير من رؤية القطار القادم بسرعة فائقة بشكل جيد، الأمر الذي أسفر عن دهسه. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.